أخبار اليوم. شايف الدم اللي فيه يا دكتور شعبان؟ لحظة كده، شايف الالتباس ده؟ واضح الالتباس الكام اهو. والتهتك تغذيه ودي الوان صناعيه، دي الوان صناعيه مش خفكم ده. لا لا لا، كنت عامل لهم صور يا جماعه، برضه محمود الوان صناعيه كلها، كل الحاجات دي كلها نفسها، اللحوم والدواجن واللحوم اللي جوا دي بره كله بايظ. اللحم الثاني دي ودي دي كلاب، كلاب لحمة كلاب. دي كلاب لأن واضح. أنا عايز شوف لحوم في نواس في جدي. في موزة، في موزة بتاعت مايل، بتاعت ايه؟ موزة بتاعت ايه؟ بتاعت مايل، موزة بتاعت الضاني دي، ضاني؟ برضه في ضاني قبل كده. طب الفحصة سفينة الفحصة وطلع لك أخصى كل دي برضه. احنا مش عايزين نحكم، احنا بص كل دي لحوم مذبوحه بره السلخانه كلها، بس لحوم الصور. احنا نحكم بعد التحاليل، نطلع بعد التحاليل، ناخد عينات ونحلل زي ما تسمعش. بس ما كانش في الظاهر اللحوم فاسده، لحوم حتى في الثلاجه، يعني احنا مطلعين اللحمه فاسده من الثلاجه. تمام، بس يعني ده الاثبات اللي كلنا مجمعين عليه، وما فيهوش اثار. اللحوم دي كلها حضرتك التدبير، حضرتك بتخزن هنا التدبير وتبعته المطعم؟ ما هي لازم تبقى في التدبير 6 ساعات في المطعم ولا في المخزن؟ لا هي بتروح والثلاجه غير صالحه. مظبوط؟ غير صالحه، الحاجه طالعه منها مش مكمل؟ سايحه جوه الثلاجه فريزر تبدا. شوف ممكن في الثلاجة، ممكن في الثلاجة.